الخبر اللي بعده، جامعة المنصورة تغلق أبوابها غدا بعد تسريب أخبار عن وقوع أعمال عنف. أعلنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالاشتراك مع إدارة جامعة المنصورة عن غلق أبواب الجامعة غدا ومنع دخول الطلاب خوفا من وقوع أحداث عنف أو شغب داخل الجامعة، وده بعد تسريب أخبار عن قيام الطلاب بعمل مظاهرات وأحداث عنف بالتزامن مع محاكمة المعزول محمد مرسي. قيادات أمنية بمديرية أمن الدقهلية أكدت أنها هتقوم بتكثيف التواجد بجوار الجامعة تحسبا لأي طارئ، وأن أمن الجامعة هيكون متواجد على الأبواب خوفا من اقتحامها ومن أي من مثيري الشغب.